شوفي، أنا اليوم جيت حتى أحكي لك قصة الطلاق، بس أنا ما ندمانة على أي شي صار، وبالعكس أحس إنه شي بدأ بحب، يعني حسافة أقول إنه أنا تزوجت عن حب لأنه الحب انتهى. بداية حياتي عندي أم الله يحفظها ويخليها، هي أمنت مستقبلنا إحنا البنات، بنات بالتحديد، الولد يشتغلون. من هي بداياتها شلون يعطيها مصرف أبويا، شي تجمعه وتشتري لنا، كان الذهب بوقتها رخيص، وكانت تفكر تقول المستقبل راح يغلى وراح يصير له قيمة، فكل ما تجمع عيد ميلادنا شنو المناسبة هي، أو حتى بدون مناسبة، تشتري لنا قطعة ذهب على عددنا البنات، وكل وحدة وصندوقها، هذا يأمن مستقبلها. تقول البنية يعني ما إلها مثل الولد، الولد يقدر يشتغل، هاي البنية لا، أنا أأمن لها. وفعلا أنا اللي فادني بعدين هو الذهب اللي أمي سوت لي إياه من أنا طفلة. كبر هذا الموضوع، كبر وياي، واستمريت أنا بالدراسة، والدراسة كانت بيها زينة، وما عندي أي مشكلة، حياتي حلوة، عندي أم موفرت لي كل شيء، أكثر يعني من أبويا وإخواني، هم كل واحد بحياته ما مهتمين، بس احنا مهتمة بينا. امي يعني وايد تحب البنات وحببتني بالبنات، وتمنيت انه اني من اكبر وخلفت تصير بنات. في بادئ الأمر بعض الأمهات هم مثلا يدخرون يعني قسم من الأموال أو المصوغات الذهبية في سبيل أن يأمنون مستقبل بناتهم. البعض الآخر لا، تحس أنه هذا الشيء من واجب يعني الزوج، أو أنه مستقبلا إذا هي مثلا تعينت تبدي هي تعتمد على نفسها. فيعني هذه من الأمور اللي يعني موجودة هسه بمجتمعنا، يعني أكو اختلاف بالوعي. ولا وبعض الأمهات شلون يعني أمها خلينا نقول مثلا شلون صرفت وياها تبدي تتصرف تمشي نفس الرسالة ونفس النهج. زين، ف يعني يعني الأم لها تأثير كبير على حياة طبعا يعني هي مو فقط احنا نقول اليوم يعني تضمن مستقبلها وتأمن لها، يعني تأمن لها مثلا الناحية المادية، حتى الناحية مثلا الأخلاقية، التربية، غرس العادات والأفكار والتقاليد. هاي الأمور هي طبعا هو واجبها أكثر من هذه الناحية. صحيح، احنا معروف بمجتمعنا انه هذه الأمور هي من مسؤولية الزوج. إذا تقدم المهمة الأولى والأخيرة هي التربية، التنشئة. زين، يعني حسب يعني نظرتي التفكير المادي من أنجح الأشياء اللي توفرها العائلة لأولادها، خصوصا الأم اليوم من تفكر بمصلحة بناتها وتحاول تأمن مستقبلهم، هذا شيء ناجح وشيء يسعى لتوفير حياة كريمة لهم. وسواء بنات ربن على هذا التفكير، فهذا من أفضل الأشياء على مود يواجهن صعوبة الحياة، لأن إحنا اليوم نشوف بالوقت الحاضر أن المادة صعبة تتوفر، شقد نشتغل شقد نتعب صعب توفير المادة. فمن تكون أم هيج بهيج تربية وتحاول توفر كل وحدة سكن إلها أو ذهب خاص بيها، هذا الشيء الإيجابي، وإحنا نحث عليه كل الأهالي بما فيهم المتكلم، من أفضل الأشياء. احتمال هذا الشيء عزز الثقة عندها، احتمال تحس إنه هي مستقبلاً يعني عندها مثلاً والدتها ما راح تخليها مثلا راح تحتاج بالمستقبل. زين، يعني قلت لك كل انسان ومثلا طريقه التفكير والتلقي، يتلقى مثلا الفكره شلون. اكو انه مثلا هي تكون لا ابالي بهذا الامر، انه يعني عادي انه امها تشتري لها او ما تشتريها، يعني حسب وعي وتفكير. الحمد لله طلعت معدل، دخلت كليه. بالكليه طبعا انا اختلف أني عن البنات، لبسي وشكلي ترتيبي، قطع الذهب اللي ألبسها، ما أقول لك أني ألبس شي هواية، بس دائما شي مرتب، فكلها تنظر لي بأنه أنت من عائلة غنية. هواية هو أنا مو غنية لا، بس أقول الحمد لله، بس أنه أني أن أمي طلعتني بهيج صورة. خلال الكلية أكو ولد انعجب بيا، صارت نظرات بيناتنا، وبعدين صارحني بإعجابه
وظلينا دائما نسولف نتشاقه اكثر الوقت، يعني ما نقعد وحدنا بس يصير كلام بيناتنا، لحد ما صار بيناتنا حب وهو اعترف لي بالحب. من اعترف لي صار مثل الالتزام انا وياه انه 24 ساعه احنا سويه، هاي اذا بالكليه واذا بالبيت احنا على طول اتصال. طبعا هاي دائما سماعاتي باذني مسوين خدمه، واحد يتصل بالثاني. اهلي ما لاحظوا لانه اني يعرفون انه اني اسمع راديو اسمع اغاني بالتليفون بالسماعات، فعبالهم عادي اذا يجي احد او هذه ما احكي، بس اذا ماكو احد واحنا عندنا مكاننا البنات وحدنا اخواتي يدرون بالموضوع. بس امي ما لاحظت هذا الشيء لانه كنت دائما من اشوف واحد من يومهم اسكت وما احكي حتى ما يسمعوني. علاقتنا قوة درجة انه اذا يوم انا غبت هو ما يداوم والعكس، ما نعرف الا سوية نمشي، ما نعرف نقرأ الا سوية، كل شيء سوية. يعني حتى الاساتذة دائما يقولون انت اما وهو ابو من، كلمة هاي يعني الاساتذة، يعني انا اشوفهم حرصوا علي على مود يصير زواج دائما شلون يتشاقون ويا الولد يقولوا له انت ابو من، وقلهم انيش مثلا ابو محمد وهي ام محمد، يعني ما بقت شيء يسمونا وهيك شيء. لحد ما يعني واحد من الاساتذه بالحكى ويا الولد قال له انه هي خوش بنيه وهاي ما تضيعها من ايدك، وانا عرفت هو الولد قال لي. والصراحه هذا الاستاذ يعني كلش قمه الاحترام، وال ما اعرف شلون اوصفه من انسان، يعني من يباوع انه هيك يريد انه العلاقه تنتهي بزواج. بعد التخرج كلش دمرنا لانه بصعوبه اشوف وهو يشوفني، وماكو كان غير طريق انه نتزوج ابدا. خلال 4 سنوات انا ما حكيت بالزواج، وحتى من تخرجنا احس كرامتي ما اقول له تعال تزوجني، المفروض هو يحس لي يعني بعد هذا الوقت كله اللي انطيته والاهتمام. يعني ياما وياما اكو زواجات بدت، يعني بدا حب واعجاب ومصارحه وخطوبه وزواج بدا بالكليه، مو مشكله من باب انه يعني خلينا نقول هي المده 4 سنوات هذه كافيه انه هي تفهمه وهو يفهمها، يقيسون مدى الانسجام التفاهم فيما بيناتهم. يعني هذه مده كافيه مو مشكله، لكنه العارض اللي راح هنا راح يكون ما نعرف الظروف المستقبليه شنو، يعني احتمال مثلا يتعرضون لمطبات او صعوبات او مشاكل بحياتهم، هنا راح نقيس انه هو الحب حقيقي او لا، حب مصلحه لو لا، زين حب نزوه او لا. زين شنو نوع الحب اللي يستمر؟ الحب الغير مشروط، انه انا اليوم احب هذا الانسان مو لانه يمتلك هذه الهاله من الجمال او هاي الكاريزما، يعني هي مطلوبه، لكن شوفي اليوم من احب انسان على جماله، الجمال زائل، كلتنا نكبر ونتغير، مو صحيح؟ يتغير جسمنا وشكلنا، زين مو لان احب هذا الشخص لانه هو مثلا راكب سياره فيراري، او شفت هاي البنيه لابسه ذهب وملابسها كلش فاخره، هاي راح تسندني مستقبلا. هذا الحب ما دام بي احب فلان لان هاي هنا لان جوها كم لاين كم خط، هنا أنا الغلط. انا اليوم من احب هذا الانسان ما اعرف ليش حبيته، زين ما شفت ماده ولا شفت جمال، الدايم انا بنظري حب الروح، الروح لا راح تتغير. ليش؟ لانه هذا الانسان روحه مثلا طيبه، زين قلبه طيب، انسان مثلا متعاون، انسان اجتماعي. الروح هي يعني حب الروح انا بنظري انه ماكو مثله بصراحه، لأن المادة تروح، الجمال يروح، المناصب تروح، بس هذا الإنسان جوهره تربيته داخله هذا الشيء اللي هو راح يبقى. الزواج عن طريق الحب 50% ناجح و 50% فاشل. إذا نرجح هذا الشيء شلون نقول؟ اليوم أنا بالجامعة من أحب إنسانة راح ألتقي بيها بس على مستوى الجامعة، راح أظهر أفضل ما عندي، بس الواقع الحياة الزوجية يختلف تماما عن الحياة اللي كنت أعيشها بالجامعة، في سبيل توفير متطلبات العيش، تربية الأولاد، تحمل المسؤولية، العمل، هذا يكون بيه اختلاف. كثير من الحالات تؤدي إلى الانفصال بسبب
تصادم الأشخاص فيما بينهم، لأن يقول له مثلا أنا أخذتك بالجامعة أنت ما كانت إيش تصرفاتك، شو أنت تغيرت عليه، أو أنت تغيرت عليه، أنت مهتمة بنفسك هسه مهتمة بالأولاد ومهتمة بالبيت أكثر ما مهتمة بيه. فذن الحالات يؤدن إلى الانفصال، وزائدا عندنا الفارق الطبقي. اليوم أنا من طبقة متوسطة نروح أتزوج لبنية طبقة أعلى من طبقتي، نعم حواجه مشاكل، طبيعتي كرجل شرقي حواجه مشاكل، لأن دائما تكون هي المسيطرة، هي كلمتها العليا، توفير متطلبات البيت، احتياجات الأولاد، فإحنا نحث دائما على التكافؤ الاجتماعي. في يوم من الأيام قال لي أنا مستعد، وبس شلون أنا بعدني ما متوظف وهيك شيء، فأنا سعيت إنه أنا أتوظف. وأهلي هماتي ساعدوني فتعينت، يعني يقول لك إنه أكو تعيين تنطين فلوس، ونطيت فلوس وتعينت، وهذا واقع هواي هواي أكو هيك شيء. فتعينت، هو ما قدر يتعين لأنه هو ما عنده مثل ينطي. المهم أنا تعينت، قلت له مو مشكلة أنت اشتغل أي شغلة اللي تقدر تعيشني بيها وتعال تقدم. أخذ الوقت وإجي تقدم، وأهلي الصراحة قالوا شلون، قلت له مو خريج مثلي ويعني مثقف وفاهم هاي مو كل شيء الوظيفة، وأنتي موظفة وأنتي، قلت لهم يعني أنا ما يهمني، المهم حتى لو أنا يعني أنا أفضل منه ماديا أساعده وما بيها شيء. فقالوا كيفك هذا اختيارك؟ يعني بيوم الحنة أو هي شلون إحنا نسوي نشان وحنة، يعني شلون يلبسون الذهب؟ الذهب اللي جاب لي إياه أشياء بسيطة، بس اللي لبسوني إياه أخواتي وأمي كلهم تعجبوا، من عيالي تعجبوا على كمية الذهب اللي لبسوني، كل الذهب ماتي، ويعني شلون يفتخرون إنه إحنا هيك جبنا لبتنا، وأنا هماتين أفتخر. ما حسيت إنه هو نظر لي بنظرة طمع، بالعكس يعني أبداً. وبعد الزواج ابدا ما حكى بالذهب مالتي. اكو نقطة جزئية اسمها التكافؤ، مثلا اكو مرة تقول لك انا موظفة لازم انا اخذ انسان موظف حتى يصير تكافؤ، يعني بتقسيم مثلا احتياجات البيت، المصاريف، زين. وتعرفين مجتمعنا عشائري، مو كل رجل يحب انه هي مرته تصرف عليه، يعني المرأة تكون غلطانة ألف مرة اذا تقول انه مو مشكلة هو ما عنده مثلا، يعني مو من باب انه هي مثلا الفقر هو مو عيب، لكن المشكله هنا الحزازيات النفسيه اللي راح تصير. يعني المره لازم تفكر انه تاخذ انسان نفس طبقتها بصراحه، اعلى او بنفس الطبقه. ليش؟ لان حصير مشاكل. اليوم المره ما راح تصرف، حيحس الرجل بضعف شخصيته، حيحس انه هي الاول والاخير. زين، رب العالمين خلق الرجل انه هو اللي يصرف، هو اللي يبرز عوالاته بالبيت، هو كلمته الاولى والاخيره، مو صحيح؟ هنا راح يصير عدم توازن صراحة. يعني تفكيرها أنا أعتبره يعني ما ننطيها 100%، ننطي 50% إذا كانت عندها هي مبادرة المساعدة. جت لي حالة طلاق، اثنين أشخاص كان حبهم بالجامعة، الجامعة كله يسولف بيه خلينا نقول، ومسميات وعلى مستوى الأم الولد وأم البنية يدون، وأنه حبهم ما حيتكلكل بالزواج، وصار زواج. بس من صار زواج وهو 6 أشهر طلقوا، الأسباب إنه انصدموا ببعض، إنه الزوج قام يطلع على عيشته، ماكو توفر فرصة عمل إليه، إنه يشتغل شغلات خارج اختصاصه الجامعي، هي قامت تباوع لي المواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، تريد حياتهم إنه توصل مثل المشاهير، هو عنده صعوبة بالعيش، اتفاجأوا ببعض، الحب مات. وأنا أسميه الحب يكون حب تعلق مرضي، إنه أنا اعتاديت على هذا الشخص، شفت اعتاديت وياه، طلعت وياه، خابرته، سمعت صوته، شاوفني، بس هذا من تأخذينه للواقع الحياة العملية والواقع الافتراضي للحياة الزوجية راح ينصدم بالواقع تماما. طبعا من تزوجنا تعرفين قصة حب وأيام حلوة، وأول سنة كانت ماكو مثلها، والحمد لله صار عندي بنية. البنية يعني هو شلون اللي كان متمني ولد، بس عادي يعني تجيب البنية تجيب الولد، ما قال شيء.
حسيت البنية أخذت وقتي منه، بس أنا دا أعوض وأعوض وأستمر وياه ومستمرة بوظيفتي وأوفق بين البيت وبين الطفلة وبين العيال وبين الوظيفة. وش أقول لك، يعني صرت دوامة دوامة مشغولة 24 ساعة. فبعدين صار عندي الطفل الثاني وهم اجت بنية، وبشرت صارت الثالثة وراها، ورا الثالثة الموضوع تغير. قال انا كنت متمني يصير عندي ولد، تذكرين من كانوا يقولون بالكلية ام محمد وام محمد؟ قلت له يعني ما صار، وش بيها البنات؟ انا احب خلفة البنات. قلت له انا داعي ومتمني يصير عندي بنات، حتى مثل ما امي سوت ويانا اسوي وياها. قال لي كيفك، بس انا كنت اتمنى ولد. قلت له يجي الولد، بس واذا بنات. تفكيرها صائب، لكنه المفروض ما تخلي الهدف الأول والأساسي إنه أني الله ينطيني بنات حتى مثل ما سوت أمي أنا أسوي. يعني كأنما تحسين الوضعية شلون صارت كوبي استنساخ. يعني هي متأثرة بالوالدة، صح؟ الوالدة موقفها يعني سليم، إنه هي إحنا أهل قبل يقول هاي مرة، والحاجة مجتمعنا نقول هاي مرة معدلة، صحيح؟ اللي من طلعوا بناتها طلعوا راسهم مرفوع، مو مشكلة، بس مو انه يعني بنتها توصل الى مرحلة انه هي تضحي بحياتها وبزوجها وتخلي الهدف الاول والاخير انه انا اتمنى يصير عندي بنات حتى مثل ما والدتي سوت وانا اسوي وياهم. هي نسيت انه تهتم بزوجها، نسيت انه هي شلون تكسب زوجها، ظل كل هدفها وشغلها وتعبها وحياتها كلها البنات. زين، فانا يعني احس انه اكو خطا بالموضوع. اليوم احنا صامت بهذه المرحله، هو سببه انه هذا الهدف. يعني اليوم احنا من نسال المتزوجين انت ليش تزوجت، يقول لك انا اريد، يعني شوف الاجابات تصير متباينه، انه انا اريد افتح بيت ويصير عندي عائله وازوج انسانه تفهمني وعلى الحلوه والمره ونصير عندنا اطفال ونربيهم ونوصلهم. هو هذا التفكير السليم، لكنه تشوفين مثلا تفكيرها ها انا تزوجت حتى يصير عندي بنات واهتم بيهم. زين، لعد انت واجبك امام زوجك طبعا يصير يعني طلاق صامت. زين، والمشكله تقول انه انا ما اهتميت لهذا الامر، واني 10 سنوات ما فد يوم فتحت تليفونها، معناتها ماكو شيء اسمه حب. عرفت شلون؟ هي لو تحبه صدق، يعني طلع هو حتى لا هو يحبها ولا هي تحبه، راح تقولي لي شلون؟ شوفي، أنا داومت بالكلية، هذا الجو أنا يعني مطلعة عليه. البنات من يكشخون يلبسون الذهب وهذه الأمور، أكثر ناس، أكثر الشباب اللي ينجذبوا لهم الشباب اللي هو ما عنده مستقبل، أهله مأمنين مستقبله، ما عنده فد وظيفة، حالته المادية تعبانة، فيفكر إنه هاي باكر عقبه يتزوجها وهذا الذهب يبيعه ويشتري تاكسي او سياره او يفتح محل. والله العظيم، بس المشكله انه هو زواج المصلحه، يعني كانما زواج التجاره مو انسجام وعلى يعني على حب الله وهذه الامور. لذلك زواجات هذا الوقت ابد مو موفقه، لان نيتهم مو صافيه. اليوم اذا النيه صافيه من الطرفين، صدقيني رب العالمين راح يبارك بين الطرفين وراح يوصلهم الى بر الامان. لان البنات هن المؤنسات الغاليات، وانا اب البنت، ماكو اجمل من البنيه، والبنيه رحمه من الله للعباد، للاب رحمه اليه. فهواي حالات تجينا هيك، بس بالنسبه لي ارفضها تماما، لان المسؤول عن هرمون، المسؤول عن الانجاب هو الرجل وليس الانثى. انا ليش احمل المسؤوليه للانثى وما احملها للرجل؟ حتى لو اتزوج زوجه ثانيه، هو اذا الكروموسوم عنده اكس خلاص اكس انتهى تمام، ما يصير واي بعد. شوفي، المشكله انه الولد خريج كليه، اليوم من نقول هذا خريج كليه معناته هذا انسان واعي ومثقف. هو لو يعرف انه يعني تحديد الجنس هو يعتمد على الرجل يعني مو على المراه، المراه يعني مثل ما يقولون اهل قبل اهلنا انه المراه هي ارض خصبه. من يجي الفلاح يزرع مثلا الفاكهه المعينه او مثلا يبذر هاي البذور المعينه راح تطلع بالنتيجه. السبب هو مو من المراه، من الرجل. يعني هذا لو تزوج 10 وراها راح يصير عنده بنات. ليش؟ لانه
تحديد الجنس الطفل من عنده مو من عندها. زين هذه واحدة. شغلة ثانية هي مؤلمة، يعني مشكلة، يعني انه شغلة انه مثلا الله رزق البنات وهو ما قبل هذا الشيء، هو لو يعرف انه هو اذا رباهم احسن تربية وصرف عليهم من وراهم راح يدخل الجنة. يعني هنا أنا ما عنده وعي، يعني ما عنده ثقافة. احنا لازم نثقف يعني طبيا وعلميا مصحيح وحتى دينيا. يعني اليوم يعني أني أعرف مثلا رجل في أحد العوائل كان يتمنى يصير عنده ولد، صار عنده بنات، قلنا عن نفسه وهو أصلا إنسان عنده ثقافة دينية، قال أنه أنا إذا ربي ما أحسن تربية وتنشئة اجتماعية ودينية وجيدة أنا راح أدخل مراهم الجنة. زين الأخ هنا ما فكر بهذا الشيء لا بالدين من ناحية دينية ولا من ناحية طبية. زين ونظرة المجتمع لي يعني لهاي المسألة يعني نظرة هي خاطئة طبعا. يعني اليوم على شنو هم مثلا هاي التفرقة؟ اليوم المرأة نصف المجتمع أو أكثر. زين يعني ليش هذا يعني الاستنقاص يعني بحقها؟ ظليت يعني فترة من صار عندي 3 بنات وشغل وهذه، فأنا قلت له إنه خليني استقل، أنا أبيع الذهب مالتي، أخذ قرض سلفة من الوظيفة مالتي ونشترين قطعة أرض بأي مكان زراعي ونبنيه. ووافقوا أهله، بالعكس رحبوا، بالعكس أنتي يعني جاي تسوين شيء جاي تفيدين زوجك يعني. بس قلت له أنا البيت يصير باسمي، هو بالبداية ماكو يعني اسم منه، المهم بعدين صارت هو هاي صار علي لمشكلة هاي بعدين صارت على الاسم من وما أدري شنو. بس أنا عندي شهود بأنه ألي وذهبي وكل أشيائي وحتى الصايغة شهدته بعدين لأن صار البيت أنه المن وهاي أكو حب صادق بيناتهم. هاي الأمور كلها تروح ما يشوفها مثل البخار ويطير ويروح. لا هي تقول هاي فلوسي ولا هو يقول هذا جهدي. ليش؟ لأن هذا يعني هذا عش الزوجية للاثنين وعدكم بنات، بالتالي وين حيروح للبنات مو صحيح؟ هاي مال هذا إلي وذاك إلي، يعني بينه كأنما غنيمة فد كنز ويريدون يقسموا بيناتهم. المهم اشترينا البيت، طلعنا هاي الفترة بعدين أنا ملتهية بالبيت وبناتي ودوام وهذه، صرنا واحد يعني ما يحكوا لي الثاني يعني بس نجتمع على الأكل. اليوم من غدا عشان نجتمع اليوم ما عندنا أي سالفة سوية، ماكو أشياء مشتركة، البنات كل مسؤولية عليه، هو 24 ساعة يطلع قال وظيفة زينة ظل يشتغل بس مو تعيين، عنده زملاء وزميلات وحتى مرات يتأخر بالليل، أنا ما أهتم، المهم أنا عايشة ومرتاح. لحد ما صار عندي شك بأنه إلى متى نبقى إحنا هيجي؟ إحنا بعد الحب وبعد هاي السنوات، يا صح مرت هاي الفترة كلها خلال 10 سنوات وراها ماكو يعني، ولا كأنه أنا موجودة ولا هو بالبيت، يعني بس ناكل ونشرب وأيش، ما صار مشاكل بيناتنا، ماكو عرك، بس هيج هدوء وما يسولف وما يحكي ومشغول. والله الطلاق الصامت دنمو بيه كلش بهاي الفترة. ممكن يكون زواج المصلحة، أنا أتزوج فلان من الناس أكبر مني عمرا على مود يوفر لي متطلبات الحياة اللي أريد أعيشه، إني أخذ شقة بفلان مكان يركب بفلان سيارة، وطول الفترة اللي تعيشها هي ويا الزوج هي بمرحلة طلاق صامت، بس تنظر لأنه فيزا كارت، إنه مصرف، إنه موفر لي حاجاتي، بس هو طلاق صامت بالواقع. يعني وهسه بالنسبة لهاي الحالة ذكرتيها كنا نشاهدها قبل شوية، هاي واصلين مرحلة من الطلاق الصامت، يلا صارت الخيانة الزوجية، لأن قالت هي فترة أنا التهيت أشتغل أطلع أربي الأولاد إنه ما منتبه عليه، فبعدين اكتشفت خيانته، فوصلت مرحلة فجوة صارت بين الزوج وزوجته، هاي بحد ذاتها طلاق صامت. وكثير هسه من اللي نشاهده بالمجتمع هم طلاق صامت، بس هم متزوجين على العقد بالورق، متزوجين قانونا متزوجين، بس هم بيناتهم طلاق صامت. فبدا عندي الشك وشكيت انه عنده علاقه، وهذا الشك طلع بمحله. اليوم الايام اني الصبح
دخل الحمام هو يستعد للدوام وأنا همتين، فقلت خليه يشوف تليفونه. أول مرة خلال هاي 10 سنوات أنا أفتح تليفونه، وطبعاً هاي الشغلة جرأت أسويها. فتحت التليفون وشفت يعني الرسائل وشفت الصور وشفت وحدة بنية وياها هي بالدوام، لأن دي يحجون شو كنت تيجي ما أدري شنو، يحجون على الرئيس، يحجون علاقة عندها ويا بنية. يعني صورت كل هذني، صورت المحادثات وأخذت الرقم مالتها، قلت خلي أهددها هي، ليش أسوي مشاكل ويا زوجي حتى تبتعد علي. ظليت أحكي وياها، أنا تي تهجمين بيتي، أنت ما تدرين هو عنده متزوج وعنده 3 بنات. تقول لي أدري، إي أدري، بس هو ما يحبك ويحبني أني ومدري، يعني تحكي بزوجها يعني ومأملها بأنه هذا البيت إلها ومأملها أنه يتزوجها. شو تسوي يا كانت؟ أني ما أفهم الصراحة. أدز أني هي شدس هي أدز بصمة، أني ما أحكي بصمة، أكتب كتابة. فش تسوي؟ تمسح البصمات مالته وتبقى بس الكتابة وتدز له الكتابة. يجي بتخبل عليه، شلون هاي زميلتي وتحكين وياها هيجي؟ قلت له مو هي حجت. قال لي ماكو، هاي بس هي تدي تحكين، يعني تمسح البصمات ومدري شنو، يبقى بس كلامي وطلعني انا المزينة. بدت هنا المشاكل بيناتنا. شوفي، هما المعروف انه بالبداية اذا الطرفين ما قدروا يحلون المشاكل راح تكبر الدائرة، تتوسع أكثر، تروح لأهل الزوج وأهل الزوجة. إذا ما انحلت تبدي تروح وين؟ مثلاً يعني تعرف إن هو عنده عشيرة وهي عندها عشيرة، أكيد أكو ناس في كل عشيرة، أكو ناس إحنا نسميهم الناس الأجاويد، الناس اللي يفتهمون، المثقفين، أصحاب حكمة، فذولي راح يلتزمون هاي القضية وراح يحلوها بما يرضي الطرفين. زين، بعدين مثلاً ما صار توافق بيناتهم، راحت للمحامي. ليش؟ المحامي خبير، الباحثة خبيرة، القاضي خبير. هذا التدرج اللي صار، ما لقيت أي نتيجة وقررت أنه أنفصل عنه. قلت لا، أطلع وروح أتزوجها وعيش حياتك بس تبقى أبو بناتي. بعدين شفت الموضوع أنه تمادي بي، طلع عادي يروح يم أهله. قلت لا، لازم أخليه لحد، ومثل ما هو هسه يظل يعني كل شال ايده من البيت وعايش حياته. قلت لا، لازم اني اروح وارفع عليه قضية نفقة، اشوف شلون اقدر اطلق من يمه. اشوف هنا هو ظل يطالبني بالبيت. قلت له يعني انت تريده هيك لويك؟ يعني انت مو يعني شنو اللي السلفة مالتي هاي، او فلوسي من الذهب مالتي وكل شيء اني، انت ايه مجهودك وقفت ويا العمال وساعدت وجبت وهاي، بس كله هو الي. للاسف احنا سندات قالوا لنا طابو زراعي، بس هو طلع مو زراعي وماكو سندات، فشنو اللي يثبت انه هذا بيتي؟ قال ماكو شيء يثبت. فهاي كانت مشكلتي يعني، ورحت المحامي قلت له يريد يطلعني من البيت ويريد شيء. فأنا كنت أشهد، شهدت الصايغة وأهلي، وحتى من أهلي جبت إنه هذا كلها فلوسي. المحامي هو طبيبك الاختصاص لكل أمور حياتك، أنه يرتب لك كل السلبيات والإيجابيات اللي تكون بصالحك واللي تكون ضدك. دائما إحنا المواطن يكون غافل عن بعض الشغلات، المحامي بدوره وقراءته المتكلة بالنجاح وبمرافعاته يكون عنده دراية بكل تفاصيل الحياة وملم بكل الجوانب، فيعرف تفاصيل شنو اللي تفيدك تنفعك وشنو اللي تضرك، وياخذك إلى بر الأمان. لأن كثير هسه أكو ناس ضيعت حقوقها، يعني مثلا حق السكنة إذا ما تطالب به ما ينطيك يا القضاء، يضيع عليك. إذا ما تقدم به يضيع عليك. المهر المعجل إذا ما تقومه بالذهب بالطلاق التعسفي هم يضيع عليك. فهي احنا ليش نقول دائما توجهوا الى محامي روح لابو الاختصاص، لان ابو الاختصاص يوجهك على الشيء الصحيح. بس هو ما تعتبر دليل، وبالتالي هي قالوا انه انت قاعده بمكان يعتبر تجاوز ترى، لان قالوا يطوبون وقالوا يسوون زراعي ولحد الان ماكو هيك شيء. واني للاسف بالبدايه يعني ما سالت على المنطقه، مل من هاي الروحة والرجعة وروح يم محامي، محامي ما رفع قضية. قال لأنه أنت ماكو أي سندات يعني، وما
ممكن تجي من دولة شوي يجيب هو أكثر ويجيب أشياء ثانية وهو يثبت. فحلوها خلينا نحلها بالمكتب. فظلينا نروح للمكتب، أنا أجي هو يجي، لحد ما وصلنا النتيجة وخجله هواي وهدده هماتين وقال له ممكن يصير عشائريا وعشيرته ممكن يعني تفصلكم وممكن يعني يسوون هواي أشياء. فهو خاف من الموضوع سد الموضوع. فأني بعد اللي وصلت لهيك مرحلة بأنه يطلعني أنا وبناتي من بيتي حتى هو يتزوج بي، قلت للمحامي أنا أريد أطلق خلاص. يعني لو تحبه كان تأذت، يعني تأذت كلش، كان عندها نوع من التكبر أو التكابر، ما أعرف أنه أنا حتى لو راح ما أهتم ليش، مو هذا حبيبك اللي ظلتوا أنتوا 4 سنوات، مو هذا الإنسان اللي أنت أنجبتي من عنده 3 بنات، مو هذا اللي هو على الحلوة والمرة وبيعتوا كل شيء واشتغلتوا وتعبتوا وكونتوا، ليش هذا كله يروح بثانية؟ الغلط طبعا من الاثنين، أنا اليوم لا أنحاز للمرأة كوني امرأة ولا أنحاز للرجل، الغلط من الاثنين. زين يعني هم اللي دمروا كل شيء، القرار هو غير صائب، وهي عندها التخلي يعني هو تخلى عنها بسهولة وهي تخلت عنه، وبالتالي الضحية منه البنات. ما راح مدى يفكرون باشر عقبه يعني نظره المجتمع لهم. زين انت اليوم عندك فلوس زين وعندك قوه وعندك صحه وعافيه، بعدين يعني الصحه هي مو دائمه مو بعدين هاي الامور تتغير، يعني المفروض تفكر انه لازم اكو سند بالبيت، لازم يعني يعني لازم يعني يكبرون عقلهم اكثر. قال ماشي شنو قبل ما أخر ما تيج في الأثاث، لا قلت له هو كل بيتي إلي. قال خلص هو إليش مدام هو هاي يسموها السكنة إليش، فهذا كلهن إليش وهذن حقوقك، بس إنه أنت تروحين بدون. قلت له مو أني هاي خيانة، هذن المحادثات وهاي ضمتهم. قال إيه هاي ينظر بيها بس القاضي ممكن ما يأخذ بيهن، يعني ما تعتبر دليل. وهي بعدين المحادثات اللي دازت إلي هماتين يعني راح تدل إنه أنتي أصلاً متجاوزة وأنتي راح على زميل تحت شيء وجوز ماكو علاقة، هو راح يثبت هيك الشيء. قلت له زين شلون آني؟ قال لي هماتين نتفهم وياه. البيوت اللي ما تكون زراعية واللي ما تكون بيها سند بالطابو هي بيوت تجاوز، هي أرض ملك للدولة، لا يحق لأي مواطن عراقي أن يبني بيها. بعد انت تشتري بيت واقع حال من شخص وتقول هذا بيتي، هذا بينك وبيني، بس امام القانون انت لا تملك شيء، حتى الحيازه ما تملكها، لان امام القانون انت ما مسجل لك اي شيء. عندنا السند الزراعي سند 25، سند 117، سند 35، لان ممكن ان المحكمه تنظر لهم. سند 25 يسجل بالمحكمه وينظرون اليه، بس اما البيوت التجاوز ما تنظر لها بالقانون. والسوال محامي وياهم كإجراء مش على الأعراف والحالة بالمجتمع، حلها وديا الحل السليم لهم رتب لهم المحامي صحيح حله، لأن من توجه للمحكمة ماكو حقوق تثبت لهم، أي لأن ما عنده وعي، لأنه خلى بباله أنه راح أتزوج غير بنية عسى وعل تجيب لي محمد، لأن هو متأثر بأنه يسموه له يسموه أبو محمد مو صحيح؟ يعني حسب احنا ما سمعنا من يعني الست، اي فهو خالي بباله انه هي مو مشكله، يعني كل رجل، وقلت لك ارجع وقلت مجتمعنا عشائري وكثير من الشباب يريدون يزوجون حتى يصير عنده ولد ويحمل اسمه ويسنده، بس رب العالمين يعني يعني هو هذا قدره، رب العالمين كاتب لك هذا الشيء، احنا ما يصير نمشي يعني عكس السير مو صحيح؟ اي ف يعني هذا مو فد سبب انه انا يعني قايل لها انه بالكليه كانوا يصحوا لي ابو محمد، انا اريد يصير عندي محمد وما ادري شو. فهو راح وين؟ راح اللي يعني سوى علاقه. المفروض طبيا تعرفين اقول يعني الطب متطور، يقدر يروح لاحد احد المختبرات ويبدون، تعرفين يمكن بهذه الطريقه وحتى المشاهدين يعرفون، يبدي الطبيب يختار اللي احنا نسميه الحيامل الذكوريه زين، ويصير زرع، وهذا فتشي يعني الدين والقانون هو موافق عليه. هذا حل يعني يعني حل الوحيد لهذا الأمر زين، أحسن ما هو بهدل نفسه
وهي يعني انفصلت عنه، والبنات بالمستقبل راح يتأثرون، ونظرة المجتمع لهم يعني هدموا كل اللي بنوه. فقال انه احنا نتفاهم على الطلاق بيناتنا. هو قال له انه لبنيتك تطلق وتعيش حياتها وانت ما تعيش حياتك. قال انا ما طلق، يعني ما يعني ماكو داعي اطلق، وممكن اتزوج وممكن كل شيء اسوي. قال له لا، هي عكسك، ممكن هي تتزوج. قال ها، هي تريد تتزوج، انا ما اعطي حقوق. المهم قال له اوكي، ما تعطي حقوق، روح طلق سيد ولا تعطي حقوق ولا شنو. بس هو ما كتب علينا شيء، او هاي راحت من باله، هي سبحان الله حتى يرجع لي حقي. راح طلق سيد. من طلقنا سيد، المحامي رأسا أخذ الطلاق وراح للمحكمة، يابا هو طلقها ولازم حقوق وما شنو. هنا اجى ضل يبكي، قال انا ما اقدر اعطيكم ايش. كل زواج ويحدث به طلاق يم السيد بدون موافقتها وبدون علمها يعتبر طلاق تعسفي، لان احنا السيد اليوم مجرد وسيله حتى نبذ للمحكمه نصدق الطلاق. زين شلون يثبت هي علم؟ هي تدري هي تعلم، هي صار عندها علم، وهو يثبت للمحكمه من خلال الشهود ورجل الدين انه طلقها. بس هنا ذكاء زميلنا المحامي ونبهت لهذا الشيء، انه حل الامور وديا بينهم بالمكتب. واكيد قبلها زميلي كان يسعى لاصلاح ذات البين، بس انه شاف الامور وصلت الى طرق مسدوده توجه لهم بهذا الحل. هنا الزوج استغل هذا الشيء، راح طلق يم السيد، عبال الحقوق راح تتنازل عنها. بس بالمحكمه ما يصير التنازل عن الحقوق الا امام القاضي. فتوجهوا للمحكمه هم، اعتبروا الطلاق تعسفي، استحقت مهرها المؤجل والمهر المعجل، واستحقت الآثاث، واستحقت حق السكنة، لأن كان نطلعها بيت وحده. وحق السكنة كل زوج يطلق زوجته بدون سبب معين وكان مسكنها دائما مسكن الزوجية وحده، لها حق بالسكنة 3 سنوات. يعني ما عندي ذيك الإمكانية، وأعطيك مؤخرة كان 10 ملايين، بقته 10 ملايين، هو هسه 10 ملايين يعني لا شيء، ما اقدر انطي. وهذه قلت له اني ها لا، انت طالما انت تتزوج بيه الموت ما تريد تطيه، لا غصبا عليك لازم تطيه. فظل يتوسل وظل يجيب ناس ويودي ناس، وصارت العشائر بيناتنا وناس على ناس، ويعني المحكمه ركني على صفحه وهاي القعدات على صفحه. فبالاخير قلت للمحامي، قلت له مو مشكله حتى لو قصطوها. قال انا حتى تقصد ما اقدر. قلت له لعد ممكن انه تعطيني النص وانا موافقه. قال مي خالف، انطي النص وهذا البيت كله الي. والمحامي يعني حكوا المحكمه انهم متفاهمين على المؤخر، شلون راح واحد يطل الثاني. المحامي بالنسبه اليه اكيد منبهه على النفقه للاطفال، واكيد رافعه نفقه للاطفال، ونفقه البنت لا تسقط حتى بعد الدراسه لحين الزواج، عكس نفقه الاولاد عمر 18 سنه تستمر ل 22 سنة إذا كان طالب جامعة تسقط. بس بالنسبة للبنية نفقتها لحين الزواج على الأب. أنطاني نص وبيتي إلي وطلقنا. ومن هذا ذاك يوم لهذا اليوم هو يعني ما يجي ولا يسأل عن البنات ولا أصلا يريد يشوفهم. بس أنا قلت يعني هو المفروض هو يسأل عليهم. المهم ما هامني أي شيء، الحمد لله وشكر، قاعد ببيتي ومستقرة وبناتي، والله يعوضني بناتي اللي هماتين أريد أبني لهم حياتهن. أخاف يوقع مثل نصيب أمهن يكون عتهن اللي يسندهن إن شاء الله. كنصيحة للطرفين، أول شيء يكبرون عقلهم، يفكرون بوعي. لازم كل طرف قبل لا يتزوج يقرأ كتب، يسمع الحكم والقصص، يستفاد من عبر ومشاكل الآخرين. يعني شوف حتى إحنا مثلاً هاي الجلسات العشائرية اللي تصير، أكيد من تصير مشكلة راح يجي ابن العم وابن الخالة وابن المصحيح ويجتمعون. يعني هاي مجرد ما واحد يقعد يسمع القصة، يتعرفين ما شاء الله صار الطلاق يعني كلش هواية، فكل يومية مشكلة وكل يومية قاعدة. مفروض كل شخص من يقعد بهذا المكان يأخذ من كل قصة عبرة، من كل مشكلة عبرة، صرفت خزين ثقافي عنده.
أتمنى من كل يعني شاب وشابة صار عندهم خزين معلومات يلا يدخلون إلى عالم الزواج. عالم الزواج هو مو بدلة وحفلة ويعني مسؤوليات كبيرة. الزواج هو مسؤولية، الزواج هو شراكة. المفروض هي قررت إنه تأخذ هذا الإنسان وهو قرر يأخذ هاي الإنسانة. المفروض هم مسؤولين عن قراراتهم، يكملون للأخير، إذا أكو غلط يحاولون إنه يصلحون هذا الغلط. هذا الـ يعني الجبن خلنا نقول إنه رأساً راحوا يلا خلنا نطلق. هم ما عندهم شجاعة وواجهوا مشاكلهم زين وحلوها واستمرت حياتهم. هذا الإنسان اللي هو عنده أخفاقات واللي ما عنده ثقة بنفسه يفكر بهاي الطريقة. شغلة ثانية يعني العشرة والحلوة والمرة وهاي الأمور كلها مفروض يخلوها بين عيونهم زين. الأطفال يعني هم ضحية، لا الأم دايمين ولا الأب ولا أهل الأب ولا أهل الأم، ذولي حيصيرون ضحية بالشارع وإحنا مو ناقصين. يعني كافي الحروب، كافي الأيتام اللي عندنا، مو صح؟ إحنا نقول اليوم الخيانة الزوجية، الخيانة الزوجية من أصعب الأشياء اللي تمر بيها النساء. يعني مستوى الخيانة الزوجية ممكن المرأة تسامح لك قلة عيشك، فقرك، مشاكلك، ضربك إلها ممكن تسامحها إلك، تعديك على حقوقها تسامحها إلك، بس الخيانة ما تسامحك عليها نهائياً، لأن الخيانة تعتبرها انتهاك لأنوثتها وكرامتها ومشاعرها. فما ممكن أن تتخيل أنه أنت تفكر بإنسانة غيرها أو تخطر على بالك مجرد أنه هي ماخذة حيز من قلبك، تشتعل غيرته وما تسامح عن هذا الشيء. حتى لو سامحتك ما تنسى ويتأرشف عندك، يتخلى بالأرشفة عندك بمرور الأيام يطلع عليك. فهلا هلا بزواجكم، هلا هلا بالنساء وبزواجكم، لأن سعادة الإنسان الحقيقية تبدي من بيته. مين يكون سعيد من بيته راح يكون سعيد من الخارج، مين يكون ناجح ببيته وقائد صحيح راح يكون قائد بالخارج. هلا هلا بالقوارب.